الو، ايوه منصور بيه. ايه يا يوسف؟ قالوا لي دلوقتي ان المباحث طالبه كل بيانات عربيات حضرتك وهيثم بيه والمدام كمان. عرفت منين الكلام ده؟ رجالتنا في المرور بلغوني. ما عرفتش عايزينها ليه؟ لا والله دي المعلومه اللي جات لي بس. طب اعرف عايزين البيانات دي ليه؟ بس من تحت لتحت من غير ما حد ياخد باله. اكيد عشان موضوع الحادثه. اتاكد برضو، يمكن اجراء ملوش علاقه بالحادثه. حاضر يا باشا. اسمع، لو طلع عشان الحادثه انت عارف هتعمل ايه يا يوسف؟ طبعا يا سعاده الباشا. وما تنساش تراضي الراجل اللي بلغك في المرور ده. حصل يا باشا. يا لو سمحت يا ريس. ايوه قول له النبي هات لي القهوه بتاعتي لو سمحت. ابو الصوالح فينك يا عم؟ ازيك يا شلبي؟ ايه يا عم ما بتجيش الجريده ليه؟ وانا من امتى باجي؟ ما انا طول عمري بورك فروم هوم وببعت الشغل على الميل. لا بس كنت ساعات بتعدي يعني كده، دلوقتي ولا انت ولا شغلك بتيجوا. ماليش مزاج اكتب، دماغي مش رايقه وقرفانه على طول. ده احسن كتابه وانت قرفان، هتلاقي نفسك بتطلع قرفك كله في الكتابه. قرفي لو طلع يا شلبي هيحرق ويكسر ومش بعيد يقتل كمان. الله 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 الله، يا ساتر يا رب. ايه يا ابني مالك في ايه؟ مفيش، ما تشغلش بالك. طب دول شطرنج من بتوع زمان؟ انت يا ابني بتفهم ازاي؟ بقول لك دماغي مقلوبه تقول شطرنج. طب ايه نلعب افلام؟ افلام ايه يا شلبي؟ في ايه؟ اقعد اقعد ما تعملش حاجه. لا ما انا عايز اعمل حاجه، لو على قعده الموبايل كنت قعدت في البيت يعني. طب اقعد نتكلم. تاني كلام؟ انا ما بعملش حاجه في يومي غير الكلام. معلش يا شلبي اقعد، بس انا عايز اسالك على حاجه كده. ماشي يا سيدي، وادي قاعده. قول لي يا شلبي، هو انت تعرف اميره شاهين مش كده؟ طبعا اعرفها، بس انت يعني دلوقتي تعرفها اكتر مني. ها رايحين جايين، ها واكلين شاربين، ولا كانك ابن خالتها. لا انا عايز اعرف راي الناس فيها، يعني شايفينها ازاي. عايز تعرف رايهم بالظبط يعني؟ ولا بص، ممثله مزه مشهوره بس يعني. ايوه ما انا عارف يا شلبي، انا قصدي يعني علاقتها ايه بالناس، يعني المعجبين كده. عادي برضو. جرايا شلبي، هو كله عادي؟ ما انا مش فاهمك بصراحه يا عم صالح. انا لو افهم هجاوب على طول. هات من الاخر يا ريس، عايز تعرف ايه؟ تعرف ايه يا شلبي عن علاقتها بمنصور الرفاعي؟ ما تقول كده. طب يا ابو الصوالح، اللي اعرفه اللي كل الناس تعرفه ما عدا انت. اخلص يا شلبي يا عم. ما بالراحه. معلش قول بقى. منصور الرفاعي هو اللي شايل اميره شاهين. يعني ايه؟ يعني شايلها في كل حاجه. هي دي محتاجه توضيح. ويشيلها ليه؟ هو قريبها. الله العظيم ده انت طيب قوي. بص يا صالح، اميره تبقى عشيقه منصور الرفاعي، بلغه العصر يعني كده صاحبته. مين اللي قالك كده؟ عندك دليل؟ يا عم اسال اي حد ماشي في الشارع. يعني كله كلام، ما حدش شاف حاجه. ما هي دي حاجات ما بتتشافش يا صالح. طب ما هي ممكن تكون مظلوم، مجرد اشاعات الناس مطلعاها عليها وخلاص. يجوز، بس ليه بقى ما تقطعش الالسنه كلها وتنهي العلاقه دي، او حتى تكدبها؟ وكده كده الناس بتنسى مع الزمن. ايه اللي مخليها مستمره في العلاقه؟ اكيد بتستفيد. الله ينور عليك. ليه كده بس؟ ليه كده يا اميره؟ نعم يا اخويا، واحنا مالنا؟ ما تصاحب اللي تصاحبه يا عم، ما كلهم كده. شلبي انا ما بحبش التعميم، ما فيش حاجه اسمها كلهم كده، اي قاعده فيها استثناء. بس بقول لك ايه، هو ايه سر اهتمامك الغير عادي بالممثله دي بالذات؟ عادي يعني، بحب بس ابقى عارف معلومات عن الفنانين اللي انا بكتب عنهم. ايوه بس دي يعني معلومات مالناش دعوه بيها كصحفيين يعني، دي معلومات شخصيه. وبعدين من امتى؟ ما انت طول عمرك بتكتب عن الفنانين، عمرك ما اهتميت بحد كده. يوه انا غلطان اني سالتك. قهوتك يا استاذ صالح. شيل القهوه دي، انا طلبت منك حاجه؟ انا طلبتها من الراجل ده، يبقى هو اللي يجيبها لي. ايوه بس كلنا هنا واحد يعني يا استاذ صالح. لا مش واحد يا ضيا، ومش عايز منك حاجه تاني، مش عايز اتعامل معاك يا اخي كده. يا استاذ صالح دي عشره عمر. وانت بقى ليه ما صنتش العشره يا ضيا؟ ضيا انا مش عايز اتكلم في حاجه، لو سمحت شيل القهوه دي، وطول ما انا هنا في نيرفانا ما تتعاملش معايا نهائي. ماشي ولا شوف لي مكان تاني؟ ماشي يا استاذ صالح. هو ايه الوش اللي انت اديتهوله ده؟ انت قالب عليه كده ليه؟ ده راجل خاين. انت تقصد عشان شهادته في القضيه؟ يا عم احنا مالنا يا عم. انت كمان يا شلبي؟ انا ماشي. رايح فين بس؟ خد ده انا جاي عشانك. عايز اشم شويه هوا، عايز ابعد عن الجو المكتوم ده. اجي معاك. لا 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 خليك قاعد، انا مش هتاخر. ازيك يا استاذ صبحي؟ عيالك عاملين ايه يا راجل يا طيب؟
بيبوسوا ايديك يا كبير. انت عارف يا صبح انا بحبك قد ايه، مش محتاج اقولك. طبعا انت جمايلك عليا من ساس الراسي يا يوسف بيه، من ساعة مخرجت من السجن محدش مدلي ايده غيرك. انا بحب الرجالة جدعان وانت جدع يا صبحي، وعشان كده انا اخترتك انت مخصوص لمهمة سهلة قوي، بس هي محتاجة حد جدع. انا من ايدك دي لايدك دي، وامرني يا بيه. بص يا صبحي، انت هتروح فيلا منصور بيه، هيدوك عربية ملاكي، عربية هيثم بيه. اني عربية فيهم؟ الرانج البيضة. البيضة هي البيضة دي اللي انا عايزك تقشرها. اقشر البيضة؟ اسمع بقى، انا عايزك تاخد العربية وتطلع بيها على طريق الساحل، وتبعد على قد ما تقدر، واول ما تلاقي صحرا وحتة مقطوعة تركن على جنب، تولع في العربية. اولع فيها بيه؟ هتولع في العربية، تولع فيها كلها لحد ما تبقى حتة حديدة مش باين منها اي حاجة. هولع فيها ازاي في الصحراء بس يا بيه؟ ما انت هتاخد معاك جركنين بنزين ولا جاز. انا عايز الموضوع ده يخلص في خلال ساعتين ثلاثة بالكتير، مفهوم؟ مفهوم يوسف بيه. تتأكد انها اتفحمت وتصورها لي فيديو وتتصل بيها على طول، وانا اتصل بالبوليس، وانت تفضل جنب العربية لحد ما البوليس يجيلك. طب ولما يسألوني حصل ايه اقول لهم ايه؟ اقول لهم العربية سخنت مني فجأة، طلعت نار من الكابوت، عبر ما ركنت كانت النار زادت وملحقتش اسيطر عليها. اي عربية زي دي بتسخن يوسف بيه؟ بتسخن اي عربية على فكرة، بتسخن عادي يعني، بتحصل. تمام يا كبير. صبحي خلي بالك من نفسك، انا اهم حاجة عندي سلامتك، انت صاحب عيال. خليه على الله يا عمنا. استنى خد دول يا صبحي، ولما ترجع بالسلامة هتاخد ده فوق. خيرك علينا يوسف بيه، انا اخدمك برقبتي. انت ما بتخدمنيش انا يا صبحي، انا وانت كلنا بنخدم منصور بيه. ادعيله ربنا يخليه لنا ويعلم راتبه قادر يا كريم يا رب. نزل يا سعد الشنط من العربية وخليهم يحضروا لنا الغدا. تمام يا هانم. نزل يا سعد، طلع يا سعد، ده يتهد حيلكم زي ما هديتوا حيل سعد. الواحد هيطق من خلقات وينعل. بتبرطم تقول ايه؟ لا مفيش، بقول الحمد لله على السلامة يا ست هانم. السلام عليكم، هيثم منصور الرفاعي موجود؟ مين سيادتك يعني؟ نيابة الشيخ زايد. مين يا سعد؟ دي واحد من نيابة الشيخ زايد، عايز هيثم بيه. ايه؟ هيثم؟ عايزينه ليه؟ ما عنديش فكرة والله. ازاي ما عندكش فكرة؟ يعني ما عنديش فكرة، انا عبد المأمور يا هانم، بنفذ اوامر وبس. ممكن يكون مطلوب للتحقيق، للشهادة، الله اعلم. طب ثواني. الو. ايوه يا منصور. ايوه يا سهير، مالك في ايه؟ طالبين هيثم في النيابة. خليه يروح. يروح فين؟ خليه يروح يا سهير، ما تخافيش، وهدي شوية، مفيش حاجة. هيحبسوا الولد يا منصور. يوه، اعمل اللي بقولك عليه ومالكيش دعوة، صعب كتير وهيرجع لك. انا هروح معاه. تروحي فين؟ هو رايح حضانة؟ انا هبعت له اكبر محامي عندي، اطمني، وخليه يروح وانا هفهم المحامي يعمل ايه. هندخل امتى بقى؟ احنا قاعدين بقالنا ربع ساعة. ربع ساعة انتظار في النيابة مش كتير يا أستاذ هيثم. ازاي بقى؟ المفروض ادخل اول ما اوصل، مش هما اللي استدعوني في الوقت ده؟ يمكن وكيل النيابة معاه تحقيق ولا حاجة. هيثم منصور الرفاعي؟ ايوة. اتفضل بيه، وكيل النيابة عايزه. اخيرا. يا أستاذ راح فين؟ أستاذ هيثم لوحده. انا محامي الأستاذ. دكتور خاطر بنفسه، مش مستاهل يا دكتور، دي حاجة بسيطة. معلش، اول مرة يدخل نيابة، وبعدين أستاذ هيثم غالي علينا. وانت كمان يا دكتور غالي علينا، نورت مكتب المتواضع. شكرا شكرا يا علي بيه. ممكن اعرف انا هنا ليه؟ هو انت ما تعرفش؟ انت هنا عشان قضية اسماعيل عبد الداهي. صفته ايه يا فندم؟ شاهد. قول لي يا أستاذ هيثم، انت عندك كم عربية؟ هيثم بيه عنده 3 عربيات ومسجلين في المرور باسمه. يا ريت أستاذ هيثم هو اللي يرد يا دكتور، ولا عنده مشكلة في الكلام؟ مشكلة ازاي يعني؟ انا بكلم حضرتك اهو. يبقى انت اللي ترد عليا يا حبيبي. ماركاتهم ايه العربيات دي؟ مايباخ واكس 7 ورينج روف. اعوذ بالله، وايه المايباخ دي؟ مايباخ حضرتك متعرفهاش؟ لا والله ما حصليش الشرف.
ما تجابلناش قبل كده. ما النيابة بتهزر اهو. اه بنهزر عادي. امال انت كنت فاكرنا بنشخط وننطن ومكشرين طول الوقت؟ بصراحة اه يخرب بيت الافلام اللي بوظت فكر الناس دي. قول لي يا هيسومة، يوم الحادثة كان معاك انهي عربية؟ هيثم بيه ما كانش متواجد مكان الحادث يا فندم في اليوم ده بشهادة الشهود. اولا انا ما جبتش سيرة مكان الحادث، انا قلت يوم الحادث. يعني اليوم ده كان معاه انهي عربية؟ ثانيا انا قلت هيثم هو اللي يجاوب. ارجوك يا دكتور مش عايز اقول كده تاني. ماشي يا علي بيه، جاوب يا استاذ هيثم. كان معايا الرينج روفر. وانت دلوقتي جاي لي بانهي عربية؟ بالاكس 7. وفين العربيتين التانيين دلوقتي؟ الماي باخ في جراج الفيلا والرينج روفر في الساحل. وراحت الساحل من غيرك تعمل ايه؟ بعت السواق يجيب شنطة نسيتها في الفيلا هناك، اصلا انا لسه جاي من الساحل النهاردة. وانهي عربية بتحب تركبها؟ في العادي الرينج روفر، وفي السفر الاكس 7. اه يا خسارة. خسارة ايه يا علي بيه؟ العربية رينج روفر اللي بيحبها هيثم بيه عملت حادثة. ايه؟ ازاي ده يعني؟ ده حصل امتى يا فندم؟ واضح ان استاذ هيثم ما كانش يعرف فعلا. انا لسه سامع من حضرتك دلوقتي. طب والعربية جرى لها حاجة؟ اتدمرت تقريبا. الله، وانت عرفت ازاي يا دكتور؟ ما سعادتك لسه قايل اللي قلته كان توقع وطلع صح. برافو يا دكتور، أداة الجريمة تم تدميرها بنجاح. شكرا يا أساتذة، تقدروا تمشوا. يعني خلاص كده؟ مش هتعوزوني تاني؟ الله أعلم، بس غالبا لا. تعبت دكتور خاطر على الفاضي. متشكرين يا علي بيه، سلام عليكم.